من البصرة الفيحاء ينضم إلينا مراسلنا ستار المنصوري ليحدثنا عن ردود الأفعال حول السطو على السفينة بارق ومستجدات أخرى. نعم ستار، مساء الخير. نعم مساء الخير عليكم. ما زالت في مدينة البصرة وكذلك في العراق عموما تتوالى ردود الأفعال حول قرصنة أو سرقة عملية السطو اللي تمت على السفينة البارق في خلال تواجدها في خور عبد الله، واعتبرت عدة أوساط أن هذا العمل وهو الحادث الثاني بأنه استهداف للنفط العراقي واستهداف لشريان الاقتصاد العراقي الذي تعتبر الموازنة ما يقارب 80% هي من النفط، داعية الجهات يعني المختصة بضرورة وضع حد لمثل هذه يعني الإساءات أو التصرفات. شركة مصافي الجنوب طالبت الحكومة الاتحادية بضرورة تضمين الموازنة العامة للعام 2021 بالدفعة الثالثة من القرض الياباني اللي قدمته منظمة جيكا اليابانية، واللي يتضمن تقريبا مبلغ 4 مليار دولار. وأكدت الشركة أن عدم تضمين يعني هذا المبلغ بمعنى أنه سيتم توقف الدفعة يعني توقف المشروع اللي يعتبر حيوي بالنسبة للنفط العراقي. كذلك نظم عدد من يعني المتعاقدين مع الدوائر الكهرباء في محافظة البصرة تظاهرة للمطالبة بصرف مستحقاتهم ورواتبهم، فيما أعلن مدير شركة نقل الطاقة بأنه قاموا لعدة مرات ومن خلال كتب رسمية بمطالبة وزارة المالية بضرورة الإسراع بصرف هذه المستحقات. هذا كل ما لدي اليوم في مدينة البصرة، وأعود بكم إلى استوديو الأخبار.